رياضية نسوية فقط من تعمل 12 ساعة على 12 على مدة 7 أيام. وفرت المشروع هذا للنساء الماكثات في البيت ولا العاملات ولا اللي ما عندهمش وقت باش يمارسوا الرياضة باش يتهلاو في رواحهم في لياقتهم البدنية، ووحدة ما يمنحها الوقت ولا العمل باش أنها تمارس الرياضة. نعلمهم الدفاع عن النفس وليس العدوانية. وكيفاش حتى طرقت لهذا الاختصاص بالذات هو اني في عمر 14 سنه تعرضت انا والعائله تاعي والاخ ربي يرحمه الاعتداء، حبوا يسرقوا لنا السياره وما عرفتش ندافع على روحي. تعرضت الحادث كما راكم تشوفوا، انا عندي هنا دي سيكاتريس. من هذاك النهار حبيت اي حاجه فيها اي تدريب فيه ندافع فيه على نفسي كنت نتعلمه. الاختصاص تاعي في رياضه الكامبو، وصلت وين راني حابه، وصلت باش درت المنشاه الرياضيه هذه اللي انا جد فخوره. الحمد لله صح لقيت صعوبات، خصوصا اللي يعود الانسان من ماله الخاص يتعب شويه قبل ما ندير المنشاه هذه. يعني كما خدمت عند ناس، شركت مع ناس، توصلت وين بعت ممتلكاتي الخاصه باش نكمل المشروع هذا، والحمد لله. وحلمي ماهوش حابس لهنا، حلمي ان شاء الله في اني سبق وقلتها وما زلت نقولها وما زلت مصممه عليها، انه مركب رياضي نسوي بربي ان شاء الله الاكبر في الشرق باذن الله. الحمد لله رغم اني ام لخمسه اطفال ما منعنيش انه نبقى في القاعه هذه 12 ساعه ندرب اربع افواج في النهار متتاليه، لاني نحب العمل تاعي ونحب نمارسه باتقان. والحمد لله ربي قدرنا ونكونوا في المستوى ان شاء الله.